حتى نحكي أكثر وبشكل موسع سالي عن نشاط القسم الرياضي بالإخبارية السورية، صرنا نرحب بزميل أنس ياغي معد ومقدم برنامج وان جول. صباح الخير. يسعد لي صباحك ليا. صباح الخير لك سالي. صباح الخير لكل اللي عم يشوفونا على الإخبارية السورية اليوم. منورين، بدي أقول لكم ألف مبروك الانطلاقة الجديدة والاستديو الحلو، وما بيخاف عليكم، دائما بتألقوا إن شاء الله. تسلم أنس، أكيد مبروك علينا ومبروك على جميع زملائنا بالإخبارية السورية وعلى جميع العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. بداية خلينا نحكي مع الانطلاقة الجديدة عن برنامج وان جول، شو الإضافات اللي أضفتها بهذه الانطلاقة؟ كيف كان التحضير لها أناس وكيف كان الجهد المبذول؟ طبعا سالي، بداية برنامج وان جول هو برنامج رياضي مختص بشؤون كرة القدم المحلية، كان على مدى السنوات السابقة. طبعا نحن بنلحق العالم شو بدها بالرياضة، بكرة القدم بالتحديد. الناس بتبعد عن الروتين، نشوف الناس انه اكيد بدها كرة قدم عالمية، بدها يعني فقرات جديدة بالبرنامج. فانا والزميل سديم القاسم المعد في البرنامج اقترحنا يكون في فقرات جديدة تتعلق برغبة الناس بشو موجود بهذا البرنامج. طبعا بداية بلش برنامج وان جول مع الزميل ايهم جعفر، نوجه له تحية. انا استلمت البرنامج وكملت المسيرة بعد سنتين. رغبة الناس دائما سالي وليا انه يكون في عنده شيء سبق وحدث سبق دائما في البرنامج الرياضي. كنا دائما سباقين الى الخبر في التصريحات ان كان، وكان في الاخبار. لمسنا هذا الشيء على وسائل التواصل الاجتماعي، صفحات الرياضه كانت دائما تاخذ من برنامجنا، وهذا دليل نوعا ما نجاح لهذا البرنامج. لكن بعيدا عن الروتين حاولنا نطور فيه كثير بهي بالفتره البرامجيه الجديده. راح يكون في فقرات جديده، راح يكون في قصص ممكن تسلي العالم أكثر وتفيد العالم أكثر في مجال الرياضة. نعم أنس، فريق كامل وقسم كامل بالإخبارية السورية في ميادين الرياضة وأيضا في يعني في الاستوديوهات وفي غرفة الإعداد. خلينا نحكي عن هيدا العمل، قديش مهم أنه حضرتك مثلا تكون مراسل ومقدم ومعد، أنك أنت تكون على تماس مباشر. صحيح. مع اللاعب، مع الوجع، مع الفرح. صحيح. مع الربح، مع الخسارة أيضا. صحيح. طبعا احنا بالقسم الرياضي 4 اشخاص، الاستاذ مالك حمود هو رئيس قسم، والزملاء مازن الهندي وسديم القاسم. دائما كنا عم نحاول نكون قريبين من الناس. الفتره الماضيه طبعا كلنا كنا مع المنتخب السوري لكره القدم، شفنا الحاله الوطنيه الجامعه اللي شكلها منتخب سوريا. عبر الاخباريه السوريه كنا نواكب بتغطيات دائمه لمنتخب سوريا الوطني. اكيد هذا الشيء بهم الناس، والناس بتحب منتخب سوريا وبتحب اخبار كل اللاعبين في سوريا. وبالتالي نحن كقسم رياضي رح نحاول بالفتره القادمه نلاحق هذا الموضوع، نطور قد ما فينا من إمكانية التواصل مع الناس لتشجيع منتخب سوريا. مثل ما بنعرف منتخب سوريا في عنده استحقاق قادم بكأس آسيا بالإمارات 2019، وهذا استحقاق كتير مهم لمنتخب سوريا. أكيد رح نواكب المنتخب لحظة بلحظة، ومن خلال برنامج وان جول رح نوصل الرسالة لكل الناس أنه دائما نحن وراء المنتخب السوري، وإن شاء الله إلى الأمام. إن شاء الله يا إن شاء الله. أكيد أناس دائما في سعي لمواكبة الحدث الرياضي عن قرب، دائما في يعني جهود عم تبذل لنقدر نواكبه يعني بشكل دقيق. قديش مثلا يعني في تعاون بينات بعض، في اخبار بينات بعض كزملاء بيتم تداولها لننقل ايضا الحدث الرياضي بصورته الامثل. صحيح. طبعا احنا كقسم رياضي سالي دائما موجودين مع بعض بالاخباريه السورية، دائما نتواصل مع بعض لنجيب الخبر بأسرع طريقة ممكنة بالإعداد، بالتقديم، وأيضا خلال التواصل مع اتحاد كرة القدم وعلى الاتحاد الرياضي العام في بقية الألعاب الرياضية. طبعا بقسم الرياضة في برنامج تاني غير برنامجي، هو برنامج الزميل الأستاذ مالك حمود، هو برنامج باسكت بريك. أكيد في تحديثات جديدة لهذا البرنامج جديدة. وأيضا خلينا نحكي أنس لأنه ما عاد معنا وقت كثير عن النشرة، أكيد فيها شيء جديد رح يكون النشرة الرياضية. طبعا الساعة 7:15 كل يوم على الإخبارية السورية رح يكون فيها كثير قصص حلوة. دائما كنا عم نحاول نكون موجودين بكل الأخبار المحلية والعالمية ضمن هي النشرة الرياضية والتقارير النوعية. ليا رح نحاول نكون
قد هذا الموضوع أكيد. وزيادة لنسعد الناس ونفيدهم من خلال نشرة أكيد الرياضية. وعنا ثقة فيكم موفقين بوان جول وبالنشرات وكل شيء بخص الرياضة، وهيك إن شاء الله كل المنتخباتنا بيحققوا يمكن مراكز وألقاب ومنشوفهم معكم. أكيد بتشكركم كمان أنتوا واكبتوا المنتخب الفترة الماضية، شفناكم بالساحات بالتغطيات المنتخب لابسين كنزات المنتخب طبعا. بس ما جبتوا لنا اياهم كنزات المنتخب. هلا على كأس آسيا إن شاء الله الكل رح يلبس كنزات المنتخب. بدي أتمنى لكم كل التوفيق ببرنامجكم اللي هو دائما مميز ووجوهكم الحلوة كتير. مرسي مرسي يا أناس. شكرا لك أناس، كل التوفيق لك وأيضا لكل كادر الإخبارية السورية اليوم. مجموعة من الشكر الكتير كبير لأنه كل زملائنا اليوم معنا، الكل تعب أكيد، وإن شاء الله الروح الرياضية اللي بقسمكم وهي موجودة بجميع أقسام بالإخبارية السورية نورت صباحنا. شكرا لك سعادة. شكرا لك. شكرا يا أناس.